شوفي هدول شو حلوين. أنا تحمست كثير ما تعمي. أنت رح يبلشوا بعد شوي حبيبتي، استني. إيه تمام. وين راح هاد؟ ما عم يرد على تليفونه. استاذة مرحبا، كيفك؟ منيحة شكرا. على الأغلب بيرك مو موجود، إذا حبيتي لبين ما يجي رفيقنا بيرك. بصفتي شجرة أنا بعرف كل شي عم يصير بالقصر، يعني بقدر زبط الأمور كلها. ممكن يا أوجان، يلا بلا ما نضيع وقت أكتر، أنا رايحة لشوف المدير. أوجان أنت تصرف. تمام تمام استاذة، أنت لا تهكلي هم، ارتاحي أنا بتصرف، كل شي تمام. يلا الكل ياخد مكانه، بدنا نبلش. شو عم تعملوا هنيك يا بنات؟ كل واحد على مكانه. يلا انتبهي ميليسا، لا تنسي الإضاءة. تمام لما أعطيك الإشارة بتشغليها. ميليسا سمعتي؟ الإضاءة عندك، ليش ما عم تحكي؟ انت عم تصور ما؟ لا. شو قلت؟ ليش ما عم تصور؟ لك يلا يا أخي صور، في زر هنيك تبسه. ابك ابك تعالي رح نبلش. يلا يلا بسرعة. برافو بنتي الأميرة. طولي بالك أمي، اهدي شوي. هاي بتكون بنتي، أنا ربيتها. أمي وأنا أميرة بهي الدولة كمان، ومن حقي أني أتزوج وصير ملكة. بس بمين؟ بمين بدي أتزوج يا ترى؟ يا ريت لو كان في وزير واحد. يا ريت لو كان في وزير واحد. لو يجي شي وزير هلا ويطلب إيدي للزواج. تعرفي؟ أنت أكثر وحدة فاشلة بهالمسرحية. وينه بيرك؟ شو بيعرفني وينه؟ أنت أميرة لحالك، ما في داعي لإله. يلا. برافو برافو. استني شوي، لازم شوف أبي الملك، بدي خبره بكل شي عم بيصير. لا ما رح اسمح لأختي تاخد العرش، أنا لازم آخده. ايه ايه. لا انت عن جد صاير شي لعقلك يا رفيقي.